في العرض الأول يعرض على النبي قال فتعرض علي الأمم. شوفوا على رحمة كيتسنى حيتاش كيحبنا، لكن قال الله لا، هذه ليست أمتك، هؤلاء أمة موسى عليه السلام. سالينا مازال. ورجع جبريل إلى الله وقال يا رب إن محمدا، قال يا رب إن محمدا يبكي على أمته الذين يدخلون النار. بقوة ما الدنيا شغلتنا وأتعبتنا وكثرات الفتن في الأرض وكثرات شكاوي الناس، أنا اليوم غادي نعرض عليكم الواحد سفرة ماشي ديال الأبدان ولكن سفر القلوب وحتى العقول، اللي كان وعدكم فيه أنكم غادي تخرجوا بطاقة جديدة وإيجابية اللي غادي تخليكم تجددوا وتراجعوا أمور كثار في حياتكم الدنيوية. أنا متيقنة حلقة اليوم ستنال إعجابكم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى تكون أموركم بخير وعلى خير. آخر حلقة كنت سولتكم واحد السؤال اللي تقريبا جلكم كان عنده صحيح. أهل كاف نعسوا سنوات طويلة، شحال هو عدد السنوات؟ وإجابة جلكم كانت 309 سنة، وهذا كان جواب صحيح. أما سؤال حلقة اليوم، من هو أول شاذ في التاريخ؟ والجواب نتاع هذا السؤال راني تا هو درت لكم فيه قصة، والناس اللي كيتفرجوا أوفياء لهاد القصص غادي يكونوا عارفين الجواب، فما كنظنش بلي أنكم غادي تخطئوا فيه. ما تنسوش تخليوا لي الإجابات ديالكم لتحت لحقاش كنقراهم كاملين. أش بان لكم بلا ما نتعطلوا أكثر، لنبدأ. في حلقة اليوم أنا غنحكي لكم أشياء اللي بغيتكم أنكم تعيشوها بعقلكم، وما تنساوش حتى قلوبكم تجيبوه معكم، وتيقوني بلي ما يمكنش حلقة اليوم ما تخليكش أنك تراجع حياتك وتقول مع راسك يا ليتني قدمت لحياتي. في حلقة اليوم غادي نسافروا في سفر غير، غادي نسافروا بعقولنا وبالمشاعر ديالنا إلى يوم القيامة. فخلوني نبدأ حلقة اليوم بهذا الرسول حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أجي انتقلوا مجموعين في سفر إلى يوم القيامة. ويوم القيامة شنو المعنى ديالها؟ معناها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهمنا شنو هو يوم القيامة. دابا غادي ننتقلوا لسفر آخر مع سيد البشرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي كاين في ناس يقول بأنه رهمات والقبر ديالو راكين في المدينة وبلي صافي وصل الرسالة ديالو وسالات القصة هنا، ولكن لا، باقي مازال العلاقة ديالنا بالحبيب ممتدة، علاقة مستمرة، علاقة اللي غتستمر هناك في الملأ الأعلى في الآخرة. فلما غادي ندخلوا القبر كاين اللي تيقول بأنه انتهى كل شيء، ولكن ليس صحيح. صحيح هو أنه الأعمال سالت وما كتزاد وما كتنقص. وجاتني واحد المقولة اللي قالها علي بن أبي طالب، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. الله الله، صلوا على سيدنا محمد. شكون تعرف علاش الحبيب تيقول لنا بلي أنه هو أول مخلوق كينشق عليه الأرض، وشنو هو السبب في نظركم؟ سمعوا، فيوم القيامة هو يوم مهول، ومن الخصائص اللي تفرد بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه أول من تشق عليه الأرض، والمعنى كأنه تيقول يا أمة محمد ويا كل الدنيا أنا سأكون أمامكم في عرصات القيامة، فأبشروا أنا غادي نكون، غادي نشفع لكم، ما تخافوش. حيتاش إذا بعثر ما في القبور وخرجوا الناس من القبور ديالهم كيتلفوا، ولكن إذا شافوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يطمئن القلوب ديالهم وغادي يرتاحوا، وعلموا أن الحبيب الذي يؤذن له باش أنه يشفع ويشفع في هذه اللحظة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أول من ينشق عليه القبر يوم القيامة، هو الحبيب المصطفى خير خلق الله. الناس غادي يكونوا واقفين يوم القيامة واليوم الواحد عند مولانا كألف سنة مما تعدون، وإحنا كنوقفوا 50,000 سنة، وضربها في نهار في 1,000 سنة، والصهد والعرق والناس الفانة في ذاك المشهد وكتسنى شكون اللي يشفع عليها. تيقول الحبيب كل أمة تجث على ركبها أمام نبيها
زعما امام النبي اللي تبعت في الوقت ديالها، فيا موج الناس. والحديث المشهور اللي كنا كنعرفوه، كل واحد فينا غادي يمشي عند ابو البشر، يا آدم اشفع لنا عند ربك، نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، وتمشيوا عند نوح نفسي نفسي، وكنبقوا غاديين من نبي لنبي حتى كيقول نسيروا عند إبراهيم فإنه أبو الأنبياء، كيمشيوا كاع الناس أمة محمد واللي قبل منها لعند إبراهيم وتيقولوا يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء اشفع لنا. قال نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن، غادي نمشيوا عند موسى، يا موسى أنت كلم الله، وكيقول تهو نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى فهو روح الله وكلمته، وكنمشيو عند عيسى وكيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلوات ربي عليه. ويا سبحان الله، أول مرة غتجتمع البشرية قاطبة على رجل واحد واللي هو الحبيب، وغيجيو الناس لعند سيدنا محمد لعند الحبيب وغادي يقولوا له يا حبيب الله شفع لينا. اش غادي يقول لهم؟ غادي يقول لينا انا لها انا لها. من بعد يقول الحبيب فاذهب من تحت العرش، عرش الرحمن، لله يجعلنا ممن يستظلون بظله ولا ظل الا ظله. وكيقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فاسجد تحت عرش الرحمن واحمد الله بمحامد لم احمده بها من قبل. كيفتح لي الله بحمد وثناء على الله، ما عمرني حمدت الله بحالها، حتى قال في الحديث لا تحضرني الان. زعما انا دابا حاليا فاش نقول لكم هادشي راني ما كنعرفهاش. من بعد يقول الله عز وجل يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. فقال الحبيب يشفع بالخلق، يا رب هؤلاء خلقك وعبيدك. من بعد كي ياخذ لواء الحمد قال فارفع اللواء فينضلي تحت اللواء كاع البشر حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام. وكيبدا الحساب والناس عطشانين والناس عارفين باللي انه هذا الموقف هو المقام المحمود. ودليلا على هذا شنو تنقولوا من بعد الاذان؟ واتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه اللهم المقام المحمود. وهذا هو المقام المحمود كما قال مولانا على نبيه ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام اللي كيشفع فيه لكل الخلق. ولما توقف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في العرض الاول، حيث غادي يكونوا زوج ديال العروض، في العرض الاول يعرض على النبي قال فتعرض علي الأمم. شوفوا على رحمة، هو كيشوف الأمم، فيمر الأنبياء فيأتي النبي معه 10 ويأتي ومعه 5 ويأتي ومعه 3 ويأتي ومعه 2 ويأتي النبي ومعه 1 ويأتي النبي وليس معه أحد. تقول فأرفع رأسي فأرى سوادا عظيم في الأفق فأقول يا رب. غادي يفرح الحبيب وغادي يتوقع باللي أنه الأمة ديالو هي هذه، كيتسنى حيتاش كيحبنا. لكن قال الله لا، هذه ليست أمتك، هؤلاء أمة موسى عليه السلام. ثم غادي تعرض عليه سواد أعظم من السواد الأول، فقال الله له يا محمد هذه أمتك. ففرح النبي من كثرتهم، فقال الله رب العالمين فمنهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. الله يجعلنا منهم. أشنو غادي يدير الحبيب؟ قال فاستزدت به، زعما قال يا رب قليل 70، قال فزادني ربي مع كل 1000 70,000. والله يجعلنا منهم، نحن وآباءنا وأهالينا وأزواجنا وأولادنا وحتى أصحابنا. شوفوا على رحمة في الحبيب، سالينا مازال. الناس بقى واقفة وعطشانة، وتيقول الحبيب فينصب حوضي وينصب منبري على حوض. وفي حديث صحيح أن الحبيب كان جالس مع أصحابه وأخفى، من بعد فاق وهو كيبتسم، قالوا ليه ما يضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي الليلة صورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الصحابة وما الكوثر يا رسول الله؟ قال حوض أبيض من اللبن وأحلى من العسل، هذا الحوض عدد أكوابه كعدد نجوم السماء. قال فينصب عليه منبري. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تيقول للناس أنا فرطكم يوم القيامة، ومعناها أنا سابقكم. سيدنا محمد كيسقي المسلم من هذا الحوض، حوض الكوثر. سيدنا محمد تيقول من ورد على حوضي شرب منه، ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا من حوضه شربا لا نظمأ بعده أبدا.
الله الله، تيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فيشرب الناس فأرى أناسا من أمتي كيعرفوني وكنعرفهم، فيريد الحبيب باش أنه يسقيهم وكيعطيهم وكتردهم الملائكة. كيقول الحبيب: فيحال بيني وبين حوضي فأقول: يا رب أمتي أمتي، زعما علاش ما كيشربوش هادو؟ قال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، زعما ما عارفش أشنو غيروا من بعدك. فيقول الحبيب: سحقا سحقا لمن غير بعدي. ودابا سالينا من الحوض أشنو بقى؟ ينصب الصراط، والصراط أحد من السيف وأحر من الجمر. هاد الصراط ينصب على متن جهنم. كيقول لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يجتاز الصراط. كيمشي من طرف لطرف بكل سهولة، وكيوصل وكيبقى متابع لأمة ديالو، وكيبقى كيقول: اللهم سلم سلم، حريص عليكم، حتى كينجو اللي كينجو من الخلق والأمة، والله كينجي من أتق من الأمة بمفازتهم. وإحنا دوزنا يا مولانا يا كريم، إحنا دابا عند أبواب الجنة اللي هم ثمانية، الناس واقفين والأبواب مازال ما تفتحوش. يقول: بين مصراعيها كما بين السماء والأرض، وفي لفظ مسيرة 500 سنة، وسيأتي عليه يوم عليه زحام من كثرة الناس، والناس وقوف. كيرجعوا عاوتاني مرة أخرى: يا آدم اشفع لنا، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، حتى كيجيو عند الحبيب وكيتقدم وكيشفع لنا عند مولانا. من بعد يطرق الباب، فإذا دق باب الجنة كيجوب خازن الجنة: من أنت؟ قال: أنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وتيقول لي الخازن: لك أمرت أن أفتح ولا أفتح لغيرك. وكيفتح باب الجنة للحبيب، الله يجعلنا من أهلها وممن كيدخلهم الحبيب وكيسكنهم في القصر ديالها. فرا سهلة، فإذا كنت مؤمن بالله والرسول غادي تشوف كل من افتقدته في الجنة بإذن من الله تعالى. غادي تفرح، غادي تنشط، وغادي تفرق عليك القصور، هذا ديال باك، هذا ديال مك، هذا ديال خوك، اختك، زوجك، اي واحد افتقدته. فقط يكون عندك حسن الظن بالله. فيا رب يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك في هذا الزمن ديال الفتن، ويا رب ما تحرمناش من رؤية جبريل وحملة العرش ثمانية ووجه الحبيب، واكثر من هذا نشوف وجهك يا مولانا يا كريم. والحبيب مازال ما سالاش، غادي يقول مولانا: إن من أمتي موحدون دخلوا النار. فيقول: فأشفع وأسجد تحت العرش وأحمده بمحامد. فيقول الله: يا محمد قم. قال في الرواية: فيحد لي حد. واختلف العلماء واش هو عدد أو لا نوع من المعاصي. كيقول الحبيب: فيحد لي حدا، ويقول لي: والله يا محمد. فيحد لي حدا، وكيقول: يا مولانا يا محمد اذهب إلى النار فأخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. يقول: فأذهب وأنا فرحان وأخرج هؤلاء من النار، ولكن باقي ناس موحدين. ومن جديد غادي يسجد سيدنا محمد ويقول: يا رب أمتي أمتي. وكيقول مولانا: قم يا محمد وأخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. يقول: أذهب وأخرجهم. وفي قصة عيسى بكى الحبيب، فأرسل الله جبريل، قال: يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله وأنا أعلم، قل له ماذا يبكيك. فالمنزل جبريل قال: يا محمد الله يقول وهو أعلم، ما الذي يبكيك؟ فأخبره أنه يبكي على أمته الذين يدخلون النار. ورجع جبريل إلى الله وقال: يا رب إن محمدا، قال: يا رب إن محمدا يبكي على أمته الذين يدخلون النار. قال: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إن الله لن يسوءك في أمتك، أبشر يا محمد. قال: فأسجد. فيقول الله: قم يا محمد. ويحد لي حد. قال: فأذهب وأخرج من النار كل من كان في قلبه لا إله إلا الله. وهذه هي كانت الرحلة ديالنا اليوم، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وأنكم استفدتوا منها. كنتمنى أنني ذكرتكم بيوم القيامة بطريقة إيجابية، وباللي كاملنا إن شاء الله خاتي نخدموا عليها باش نشوفوا وجه الحبيب وجه مولانا الكريم. خليتكم على خير وعواشركم مبروكة، نتلقوا في حلقة جديدة. وما تنسونيش كدائما وأبدا إذا كنتي جديد على القناة أنك تلتحق بالعائلة، وإذا كنتي من أهل الدار فالدار دارك. أنتظر دعمكم، وشكرا لكم القلب، وأحبكم الله ورسوله. سلام.
سلام.